واضح ان فرح هترتكب جريمه دلوقتي. تعالى تعالى. انا ايه 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 محتاس ليه؟ بتدور على حد جديد تعمل نفسك صاحبه عشان تسرب اخبار عيلته ولا ايه بالظبط؟ فرح على فكره ده شغل، يعني انا اسف. شغل؟ هو ايه الشغل اللي انت عملته ده بتسميه شغل؟ لا مش شغل خالص، انت عملت فضيحه لعيله ابو ابني، وانا ما رضيتش اقول لشادي عشان ما يتهورش ويعمل معاك حاجه يندم عليها او تاذيه هو. اللي حضرتك عملته ده هيتسبب في ان ابني يتعاير بعيله ابوه مدى حياته. كل ده عشان ايه؟ عشان سبق ولا خبر ولا قرف من اللي انت بتعمله؟ لا انا عارفه كويس قوي على فكره انت بتعمل ايه. طبعا مش هقدر اسمعكم فرح بتقول ايه دلوقتي، بس اكيد حضراتكم فهمتوا اللي بيحصل. صباح الخير، لو سمحتي عايزه اتكلم مع العميد ضروري جدا جدا جدا. طيب انت اسمك ايه؟ فرح، فرح ماجد الالفي. طيب تمام يا فرح. طيب هو تقريبا بس مشغول دلوقتي. طيب تمام انا هاجي له وقت تاني. متشكر. لا طب استني استني، هو انا دلوقتي باين عندي ان انت مش دافعه مصاريف السنه دي، فالمفروض هتدفعيها امتى؟ لا انا ما بدفعش مصاريف حضرتك، انا هنا بمنحه. مصاريف ايه؟ مكتوب هنا منحة مؤسسة المجد لدعم الموهوبين. مظبوط، والكلية هي اللي بلغتني ان المؤسسة قررت تديني منحة الماجستير لما قروا القصة بتاعتي اللي نزلتها اونلاين. طيب انت بس كده محتاجة تتواصلي معاهم عشان المصاريف لسه ما اتدفعتش. ما انا برضو ما بتواصلش معاهم، يعني مش معايا رقمهم اصلا. انت ممكن تاخديه من هنا، هو مكتوب هنا. طيب اوكي. ألو بابا؟